معليك انا بدي اسالك شيء تتهم فيه. خلال الفتره الماضيه كنت حليف للعماد ميشيل عون، وكنت صديق، وكنت يعني معه بكل معركته الوصول الى سده الرئاسه الانتخابيه، ما عدا اخر اشهر قبل انتخابه رئيس للجمهوريه. تتهم بانك افتعلت خصومه او عداوه معه اليوم. هل هيدا الشيء يعني خلال الفتره الماضيه كلها كنت عم بتبيعه موقف لتحصل على لتورث قاعدة شعبية من التيار الوطني الحر؟ أنا بقول لك، أنا وقت اللي الرئيس عون كان وقتها جنرال عون إجا على لبنان، أنا كان عندي هم واحد إنه يجي على خطنا السياسي. وقت إجا على خطنا السياسي مزبوط افتعلت شغلي، افتعلت صداقة مع الرئيس عون، لأنه تتقدر تصدقي للرئيس عون بأنك مارونية وعندك مشروع سياسي وموجودة صعب كتير. يعني هذا انا عم نقوله، ما عم بحكي على جو هذا. لحد انه كانوا كثير اوقات عم بيتهمونا بالغاء نفسنا لمصلحه الرئيس عون، نحن ما كنا عم نلغي نفسنا لمصلحه الرئيس عون، لا بل كنا عم نلغي نفسنا لمصلحه مشروعنا السياسي. هذا هالمرحله يلي مرقت. نحن اليوم الفرق يلي صار بعد ما اختلفنا ووقت اللي كنا حلفاء هو فرق شغله وحده، انه صار فينا نحكي. الأول ما كان فينا نحكي، يعني نحن اليوم بال 2009 كان في مرشح ضدنا بصغرته. النسب بالانتخابات بالاصوات اذا تركونا، لان نحن حلفائنا بينا ذاتنا بصغرته. اذا هن كانوا معنا لازم اليوم لازم وتركونا لازم ننقص. اذا زدنا بفرق التسع سنين نسبه 5% و6% عن مرت الماضي، معناتها الاصوات اللي اخذناهم هول هن، ما اخذنا شيء من التيار الوطني الحر، صح ولا لا؟ اذا غيرنا اليوم زاد رقمه بالنسب المئوية، إذا بنجمعهم كلهم أنا كانوا مجموعين، بيكون فعلا التيار الوطني الحر أعطى شيء لهونيك. إذا ما زاد بيكون نفس الأصوات اللي صوتوا مرة الماضي معهم كانوا معهم.